تقول زوجها: نحن عاقدين. كان يحكي لي قصة عن النبي أنه دخل على إحدى زوجاته، إحدى اللواتي كان يريد الزواج بها، وقالت: أعوذ بالله منك. فقال: ذهبي فأنت طالق. وكرر: ذهبي فأنت طالق مرتين. لا، لم يقل: ذهبي فأنت طالق، قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وبعدين هذه زوجك ينقل اللي دخلها فيك، يعني ما زوجك لا يقصدك.